أسعد الله أوقاتكم مشاهدين ترند، ويا هلا ويا مرحبا فيكم جولة جديدة لأبرز الهاشتاغات والتداولات اللي رصدناها لكم من مختلف منصات التواصل الاجتماعي. نستهل جولتنا مع الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اللي نشر تصريح معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر صباح بشان إطلاق جسر جوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة نصرة لهم واستجابة لنداءاتهم. حملات مكثفة ومستمرة تعكف عليها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لضبط المخالفين، وآخرها أسفر عن ضبط 160 مخالف وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص. وزارة التربية على منصة إكس نشر وقائع المؤتمر الصحفي لانطلاق مسابقة جائزة عبد الله العلي المطوع رحمه الله لحفظ القرآن الكريم في عامها السادس للمعلمين والمعلمات العاملين في وزارة التربية في كافة التخصصات تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع. نرحب فيكم اليوم في المؤتمر الصحفي لمسابقة عبد الله العلي المطوع، هذه السنة السادسة شراكة ما بيننا وبين مباراة المتميزين، وهي مسابقة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته خاصة في المعلمين ومعلمات وزارة التربية، طبعا وزارة التربية التعليم العام وكذلك التعليم الخاص. فكل معلم في وزارة التربية يحق له المشاركة في هذه المسابقة حسب الفئات اللي هو يختارها، فئة جزء واحد أو خمسة أجزاء أو 15 جزء. احنا نشارك في موجهين والموجهات التربية الإسلامية، يكونون لجان التسمية المسابقة، كذلك تقريبا خمس أو ست لجان للبنين وكذلك للبنات في تقييم المسابقة وحصر الإيجابيات والسلبيات المسابقة حتى نطورها في السنوات القادمة إن شاء الله.
وزارة الصحة وحرصا منها على استخدام أحدث التقنيات في إجراء العمليات الجراحية وتحديدا تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عمل الجراحات ويحد من نسبة المضاعفات. مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك يجري عمليات جراحية كبرى باستخدام أحدث الأجهزة والروبوتات الجراحية، شملت الاستئصال الجذري لأورام سرطانية. تفاصيل أكثر عن هالإنجاز الطبي في هالمقطع من حساب وزارة الصحة بإكس. أكثر من 1500 عملية جراحية كبرى أجريت في وزارة الصحة في مركز الشيخ صباح الأحمد للكلى والمسالك، وذلك باستخدام الروبوت الجراحي. شملت حالات عديدة، منها استئصال جذري للبروستاتا، واستئصال جذري للمثانة، واستئصال جذري للكلى، واستئصال ورم من الكلى، وتعديل العيب الخلقي في حوض الكلى، وغيرها من العمليات الكبرى، وذلك باستخدام جهاز الروبوت الجراحي الـSI. تم زيادة عدد أجهزة الروبوت في المركز حرصاً على توظيف وزارة الصحة لآخر التقنيات المستخدمة في إجراء العمليات الجراحية، وتحديداً في توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. ومواكبة للنظم الصحية المتقدمة في العالم، حرصت الوزارة على إحضار أحدث جهاز روبوت جراحي والمسمى بجهاز دافنشي XI لإجراء تلك العمليات بكفاءة أعلى، كما حرصت على زيادة أعداد جراحين الروبوت لتقليص قوائم انتظار المواطنين وتقليل فترة الإقامة في المستشفى ما بعد إجراء العمليات. في يوم الأربعاء الموافق 18 من أكتوبر لسنة 2023، تم استخدام جهاز الروبوت الجراحي الحديث دافنشي XI لإجراء عملية استئصال جذري للبروستاتا لمريض يعاني من ورم سرطاني فيها. وفي نفس الوقت وفي غرفة العمليات المجاورة، استخدم جهاز الروبوت العادي دافنشي XI لإجراء عملية استئصال جذري للكلى لمريض آخر يعاني كذلك من ورم سرطاني. تماثل المريضين للشفاء ولله الحمد، وخرجوا من المستشفى بصحة جيدة في اليوم التالي. خالص الشكر لكفاءاتنا الوطنية المتميزة ولسائر الكفاءات المخلصة على جهدهم في تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى، سواء في مركز الشيخ صباح الأحمد للكلى والمسالك، وهو المركز التخصصي المعني في علاج أمراض المسالك، وكذلك في سائر المنشآت الصحية في وزارة الصحة، مع أطيب الأمنيات لكم بموفور الصحة والعافية. اليوم وبضغطة زر يتم إصدار الرخص التجارية للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة ومتناهية الصغر. للطريقة والخطوات والمتطلبات نترككم مع هالفيديو التوضيحي من حساب وزارة التجارة والصناعة. اي نعم صحيح، الرخص التجارية ذات الطبيعة الخاصة متناهية الصغر ما تحتاج اي موقع تجاري او مكتب. وحصولك على هذه الرخصة التجارية تتطلب منك ثلاث خطوات رئيسية بس. الخطوة الأولى إنشاء حساب جديد في موقع وزارة التجارة والصناعة إذا ما كان عندك أي حساب في أنظمة وزارة التجارة والصناعة. الخطوة الثانية طلب تأسيس الشركة. الخطوة الثالثة والأخيرة طلب إصدار الترخيص. أخواني وأخواتي رواد الأعمال، تابعوا معي الخطوة الأولى في التسجيل في وزارة التجارة والصناعة، وإن شاء الله بيكون الموضوع حيل سهل. في البداية تدخل على موقع وزارة التجارة والصناعة الظاهر أمامك على الشاشة، بعدها تفتح معاك الصفحة الخاصة بتأسيس الشركات وتختار إنشاء حساب جديد مستخدم أفراد، ومن بعدها تعبي البيانات المطلوبة وتفعل الحساب عن طريق الرسالة اللي بتوصل لك عن طريق البريد الإلكتروني الخاص فيك. بالطريقة هذه انتهينا من الخطوة الأولى. للأسف كل يوم تظهر لنا طرق جديدة للاحتيال الإلكتروني، آخرها استغلال حجز التذاكر وانترلاند. المشروعات السياحية تؤكد وتنوه أن عملية الحجز تتم عن طريق التطبيق المعتمد فقط لا غير، أما البقية فهي حسابات ومواقع وهمية. نشوف وياكم هالتغريدة من حساب الجرائم الإلكترونية.
وبنوقف مع الوقفة التضامنية لطلبة وزارة التربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال طلبة أحد المدارس. هذه الأرض لا تتسع لهويتين، نحن أو نحن فلسطين قضيتي. تحيا تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين. حياكم الله في جولة، جولتنا اليوم في مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة بمنطقة العرضية، وهذه الوقفة التضامنية من طلبة المدرسة مع القضية الفلسطينية. قف شامخا أيها الفلسطيني مثل المآذن طولا، واصمد في وجه الطغاة العداة جيلا بعد جيلا. قف وكل الكويتيين بكرة وأصيلا يدعون ربهم والله خير ناصر ووكيلا. ها نحن اليوم من بلد الإنسانية والمواقف القومية والإسلامية المشرفة، نقف وقفة للتاريخ، وقفة دعم لصمود إخواننا في فلسطين أمام العدوان الصهيوني الغاشم. الرحمن الرحيم، حياكم الله في مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة من خلال برنامج جولة. قمنا اليوم بفعالية تضامنا مع الحملة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية، وذلك لتأييد مواقف الكويت الثابتة تجاه قضايا الأمة الإسلامية. شفتوا معانا فعاليات أبنائنا وفعاليات مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة وتفاعل الأبناء وحبهم لقضيتهم القضية الفلسطينية. وفي الختام أقسم بالله أننا نفخر بتعليم أبنائنا وأجيال بعد أجيال للدفاع عن أراضيهم المقدسة وعن قضيتهم الفلسطينية. فيديو لاقى تداول وتفاعل كبير لطفل فلسطيني أحزن عليه قلوب الملايين، وها هو اليوم يعود إلى المدرسة وأصبح في أفضل حال. كمان واحدة. التفاف عالمي للعديد من المتظاهرين بجميع بقاع العالم. بالفيديو الجاي بنشوف مظاهرات مؤيدة في بريطانيا للحق الفلسطيني ومنددة لما يفعله الإسرائيليين بالشعب الفلسطيني. وبكذي مشاهدينا نكون وصلنا معكم لختام جولة اليوم، نترككم حفظ الله ورعايته.